المشاهير فارسة الاكتئاب. لديك تطلعات وأحلام الشهرة؟ لا تندم كثيراً إذا لم تحقق حلمك في أن تكون مشهوراً، فالمشاهير فارسة سهلة للاكتئاب ومشكلات الصحة النفسية والعقلية الأخرى. يعانون من التوتر بسبب الجداول المزدحمة والضغوط المستمرة. لديهم صورة معينة يجب الحفاظ عليها، يتعرضون للنقد القاسي والمضايقات طوال الوقت، ولا يتمتعون بالخصوصية التي نعيشها. يشعرون بالوحدة والانفصال عن الآخرين. كريستيانو رونالدو لديه أكثر من نصف مليار متابع ومعجب في العالم الافتراضي، ولكنه قال يوماً: لدي في الواقع 4 أصدقاء فقط، ولا أستطيع التنزه مع عائلتي. الخطير في الأمر هو أن المخدرات أو الكحوليات تصبح وسيلة المشاهير للتعامل مع الاكتئاب. في 2014 كان انتحار الفنان الكوميدي روبن ويليامز جرس إنذار لحالات اكتئاب نجوم صناعة الترفيه. عانى ويليامز من الإدمان والاكتئاب. منذ ذلك الحين شارك مشاهير تجاربهم مع الاكتئاب، ومنهم ليدي غاغا التي فكرت في ترك الموسيقى بسبب ذلك، والممثل والمصارع الكندي دوين جونسون. والقائمة كذلك تشمل الممثلة رايان رينولدز، والمغنية ديمي لوفاتو، والممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان، والممثلة والمغنية سيلينا غوميز، والممثل الكوميدي جيم كاري، وكذلك ميل جيبسون وكاترين زيتا جونز وبروك شيلدز والمطربة أديل وبيونسي وأنجلينا جولي وغيرهم الكثير. تاريخياً قد نشعر بالصدمة حينما نعرف أن بيتهوفن وتشرشل وكذلك كافكا ودوستويفسكي وطه حسين وغيرهم من مشاهير الفكر والسياسة عانوا من موجات اكتئابية. والمدهش في الأمر أن معاناة المشاهير تتحول إلى فائدة للبشر العاديين. كيف؟ حينما يصاب النجوم بمرض ما يتم تسليط الضوء عليه والاهتمام أكثر بالحصول على علاج له. ويمكن القول إن إصابة المشاهير بالاكتئاب جعلتنا لا نشعر بالخجل أو العار حينما يداهمنا ويدفعنا لطلب العلاج دون الخوف من وصمة عار قد تلاحقنا.